استلام الشهادة هو له رسوم بقيمة 65 جنيه فقط، ودي رسوم محددة بالظبط. يعني ما فيش حاجة اسمها 1000 جنيه. انا طلبت حتى من اولياء الامور ان هم يتوجهوا بشكوى غدا لمديرية التربية والتعليم في سوهاج او الادارة التعليمية حتى اللي تابعة ليها المدرسة، وبالتوازي سيتم ارسال لجنة الى المدرسة من قبل الوزارة للتحقق من الموضوع او اجراء تحقيق في الموضوع والكشف عن هذه المخالفات وكيف يتم تحصيل اموال بالمخالفة للقانون.